هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مساء الخير. ظاهرة العنف من الظواهر اللي كتعكر صفو المجتمعات. سبق وتطرقنا لموضوع العنف ضد المرأة في هذا البرنامج، والملاحظ أن الفكرة السائدة هي أن العنف ضد المرأة هو مرتبط بوسط اجتماعي معين، أو مرتبط بالجهل أو بالفقر أو بعدم الإلمام، خاصة بالأمور القانونية. العنف مشاهدينا يطال كل الأوساط الاجتماعية. حكاية اليوم قدر ما فيها من معاناة فيها أمل كبير. غادي نتعرفوا على سيدة اللي عاشت هذه المعاناة هذه مع زوجين مختلفين وتعلمت منهم الكثير، وجات اليوم باش تحكي لنا الحكاية ديالها. ماشي للفرجة، إنما للعبرة. اليوم اليوم بين اللي بين، حتى الأحباب صاروا عديان. الله يا العالي يا خالق الزمان خلي لقات تداوي الأحزان. صاحبي البارح واليوم دار علي، يا رماني بسام وزدني الكلام. الله يا العالي يا خالق المكان علمنا الخير وثبت الأقدام. صور اللي شاهدتم مشاهدينا هي صور لتعنيف المرأة، هو موضوع اللي غادي نرجعوا ليه في كل مرة كتسمح بها الفرصة، ولكن هذه المرة الحكاية هي مختلفة نوعا ما، لأن هذه السيدة هذه اللي تعنفات جعلت من هذا العنف هذا قوة اللي وفتحت لها الأبواب لأشياء كثيرة، أشياء في نفسها وأشياء كذلك تجاه المجتمع. غادي نتعرفوا عليها. هي السيدة مديحة بناني اللي حاضرة معنا اليوم. مرحبا بك لالا مديحة. الله يبارك فيك. مديحة جيتي باش تحكي لنا القصة ديالك في برنامج مع الناس، بغيتي تحكي لنا بوجه مكشوف ولا نخليو الهوية ديالك مستورة؟ لا أنا بغيت نبان. بغيتي تباني باش تحكي القصة ديالك. مرحبا بك. اليوم كتبتي جوج ديال الكتوبه. الكتاب الاول اللي قريناه حنا على اساسه علاش بغيناك اليوم تجي عندنا البرنامج، اللي هو لوميير دو فام، اللي كتحكي فيه هذه القصه ديالك كامله. الوغ لوميير دو فام بالتفصيل من نخلقت نعم حتى 50 عام بالديتاي. الناس بزاف كيعرفوك لالا مديحة بناني، وحنا او فيل دو ليميسيون غادي نعرفوا علاش. ولكن عارفينها بنفسك بالنسبه للناس اللي ما تعرفوكش. الوغ مديحة بناني عندي 50 عام، عندي 5 الوليدات، و جو سو غران مير دون بوتيت في شمسي عندها 10 سنين. دونك جو سوي سيليباتير فوالا. جو سوي انا بديت في الاول كنت خياطة. بنيتي جاك غزال كيحمق سبحان الله العظيم. واخا ما كملتيش قرايتك طلعتي فنانه ماهره في الخياطه والفصاله، ما عندي ما نقول. لا لا يخطيك ماما، ولكن راك قديمة حاسه بلي شي حاجه ناقصاني من ناحيه الدراسه. ايوا قول الحمد لله ربي عوض لك في هاد ليديدات اللي كتقطري منهم العسل ما شاء الله. بارك الله فيك ماما، ولكن راك قريتي خصني نكملها. ايوا الكمال لله وحده سبحانه. انت ربي عطاك صبيعات بحال الحرير، الا دخلتي الكوزينه طباخه ماهره ما عندي ما نقول. اما الا جينا الاخلاق القلب الطيب والتواضع والاحترام والادب، وهذا هو اللي كتمنى كل ام تشوفه في وليداتها وبنيتاتها. الله يرضي عليك يا بنتي. حاجه وحده اللي باقا كنتمناها من سيد ربي هو يجيك شي ولد الناس يحس بيك ويقدرك ويعرف بقيمتك. اماما هاد ولد الناس اللي غيحس بيك وغيقدرك ولا بحال شي عمله نادره في هاد الزمان. ايوا لا 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 ما تقولش هيدا، شكون اللي يدخلك راسك بهاد الهضره الخاويه؟ هذا راه الواقع ماما، انا راني عايشه مع الناس. ياك ما قلتي انت ان بنتي باقا صغيره وما عارفه والو. ايوا الله يجيب لي فيه الخير. وانتينا لوين خير ماش تلقى الخير. امين احبيبه ديالي.
وانا باش تعدل لي واحد بحال هذا. ياك عجبك؟ عجبني تبزين. وشفتي هذا الكادو؟ انا كبرت مع والديا، الان الحمد لله عندي والدين ما عمري شفت العنف مع والديا. الحمد لله الوالد والوالده عايشين في واحد السعاده وفي واحد التسامح في الطيبوبه وفي الكرم. دونك انا ملي نتزوج في حال غندخل على داك الموديل ديال والديا، دونك غمضت عيني وقلت بسم الله. ايوا بنتي مديحه، شفتك حاطه لينا القهوه هكاك، فين هما دوك الحلويات الغزالين اللي كنتي كتصيفي؟ يين ولا ماما؟ يلا الله يرضي عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام الحاج. الله، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ من الحامدين الشاكرين، وهذا الزمان اللي عطاه ربي صحيحته ما خلى ربي ما عطاه. ونعم بالله. ايوا قولي كيف عامله معك التجاره؟ ايوا بايعين شارين من الحامدين الشاكرين، واما بنعمه ربك فحديت. صدق الله العظيم. اش محبيتي، كاس داتاي ولا كاس القهوه او لا نوجدوا العشاء؟ لا هذا ولا هذا. ياك لاباس، شكرا. ما كاين باس. عرفتي الحاج بن شمسون؟ الله يا ودي، شكون اللي ما يعرفوشي؟ ايوا جا عندي المحل وقال لي حب العويط مديحه الولدو. ايوا اللي في بالي انا، ولادو كلهم مزوجين الا عبد الحي. استغفر الله العظيم. عبد الحي عنده 38 سنه ولا اكثر ومازال ما تزوجشي. ايوا واش ماشي نقول لك، مع الدراسة الطب الاختصاص وخدام وكور راسو وعمل واحد الفيلا فعلا تركه. ايوا عاد يحب يشوف بنت الناس. ايوا الحاج راه بينها وبينه 20 سنة، ماشي سهلة. لا 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 الحاجة، ما عمر السن كان عيب. واش ماش نقول لك، انتينا تعرف. انت انتينا اللي غتعرف. ياه ايه، تمشي عند البنت تشوفيها تقول ليها جاك عريس كامل مكمول، ما محتاج حتى الحاجة حتى الخدمة، تبقى في دارها. ايوا ولد الناس، عائلة كبيرة، الطبيب اختصاصي. ايوا شوفيها وردي عليها. واخا انا ماش نقولها، والكلام اللي قالته لي ماش نقوله لك. ايوا الله يكمل بخير. امين يا ربي امين، لا يحسمنا. الله مديحة يلا خلاص. زواج عائلي هكذا، زواج قدموه لي ارانجي، قدموه لي عائلتي، وانا شفت طبيب وقاري وفي الاول كان داير واحد الماسك ديال الطيبوبه، قلت بسم الله توكلت على الله. فحال خوتي فحال مي كوزين تيتزوجوا تيقولوا بسم الله، ما خممتش تزوجت وقلت بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الحي. أويلي يا عباد الله، أويلي يا عباد الله، هادشي كامل واقع وانتي ما قلتيها ليش؟ علاش بقيتي ساكتة؟ علاش؟ أويلي يا عباد الله، يلا 6 شهور ديال الزواج وعمل فيك هيدا. 6 شهور ماما ديال الزواج، راه دازت عليا أحلى من العسل، ما كانش عارف فين غيحطني، ما كاين غير لالا مديحه. لالا مديحه ايوا بنتي، اشنو وقع له؟ اشنو وقع له؟ مالو؟ انا عايشه معاه ما فهمت فيه والو، هزيت عبد الحي وحطيت واحد اخر في بلاصتو، ولا كيبان لي بحال شي حمقه ماما. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادي عوينه بنيتي وصوتكم، عوينه وصوتكم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اصبر بنتي اصبر 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 اصبر. صداع مشكلة راني حاملة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يا سيدي ربي الله. الله يا سيدي ربي الله. سيري يا عبد الحي انا بغيت ربي ياخذ فيك الحق. بغيت ربي ياخذ فيك الحق. الله يا سيدي ربي اشهد المكتوب اشهد المكتوب. الله يا سيدي ربي اش ماش نعمل اش ماش نعمل يا عباد الله. واسمع ماش نقول لك. ما عليك الا تصبر. ما عليك غير بالصبر يا بنتي. اولا انتي نحبله. ثانيا هادي الله ستور ديال الزواج. اش ماش نقول لخوتك العائله اش ماش نقول لهم. صبر يا بنتي صبر صبر صبر. انا صبرت اشوفك. يا 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 صبري صبر يا بنتي صبر وتهلا في راسك. ايوا انا ماشي عافاك ماما خليك معايا شويه مازال الحال. لا لا بنتي ما مازال الحال والو. المغرب علينا يأذن. انا خليك معايا انا يلا حطيت السنيه وبغيتك تشربي معايا اتاي. عافاك ماما الله يخليك راكي عمرتي عليا. ابنتي 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 غادي نمشي تعطلت خصني نمشي نشوف الحاج. راني توحشتكم بغيتكم غير تجيو تعمروا عليا شويه. الله يخليك. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ماشي يا بنتي انا ماشي. والمشكل غادي يسولني باباك عليك اش ماش نقول له. ما تقول له والو ما تقول له والو ما نقول له والو. لا لا ما تقول له والو. انا كنتسنى فيك حتى انت تقولي لي ما تقول له والو. على هادشي فيه ما يتقال. هادشي فيه ما يتقال يا بنتي. قالوا ناس زمان جيت نطلل يقطع طلي يقطع طلي. انا اللي جيت نطلل عليك. شكلي لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذ فيه الحق. الله ياخذ فيه الحق. الله ياخذ فيه الحق. الله ياخذ فيه الحق. ملي تنعيشوا معاناه هنا جوج الحالات. يا اما تنعيشوا معاناه وتنسكتوا يعني في السكوت. ويا اما تنعيشوا معاناه وتنطلبوا النجده تنطلبوا المساعده. السؤال اللي تنسالوا علاش كاينين الناس تيعيشوا في واحد المعاناه والم كبيره وما تيقدوش يمشيو يتلفظوا بها ما تيقدوش يمشيو يعني يطلبوا النجده. حنا انسان والبشر كلنا ما كاملينش كلنا كنحتاجين بعضياتنا. شنو تيخلينا نبقاو منغلقين على نفسنا وتنبقاو في واحد السكوت اللي تيخلينا تنزيدوا نغرقوا في الالم ديالنا. اول مره حتى لك هذا الراجل ايدو الوغ ملي تجوجنا استاذ تري فيت بداو المشاكل. نقولوا 6 موان بعد العكس بدا الغوات واحد الغوات غير طبيعي. ومن بعد الغوات بدا الضرب. شنو كانت الاسباب اللي كتخلي تيغوت؟ والو الخبز ما كاينش الضرب. خرجت الضرب دخلت الضرب. هدرت معاه قلت له ما متفقه بالضرب. دونك سيتي عيشه ديال الضرب من 18 عام حتى 28 عام. صافي جا قهوك حلا غادي. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك قهوك حلا. فريدة قهوك حلا. الله يكحلها على أيامك. أنا قلت لك تصاوبي لي قهوة ماشي الخدامة. يلا تخومي لي تكوني عندنا. خوز ما شفتوش خرجتي ما خرجتيش معني دابا الهضره هذيك. وهذيك الخطا كوريا انتي تي كوريا انا ما عندي ما ندير بها. شوف والله الا الاسلام هاد
بالنسبة للعائلة ديالك يعني مسألت مني كتقول لهم كيضربني العائلة ديالي ما عمرهم ما عيطوا له ولا هضروا معاه تيحترموه هو طبيب ومقدرينه ومحترمينه تيقولوا ما ندخلوش في هذا شوف انت كيفاش يمكن لك تبدل باش يحبك وما يبقاش يضربك كنت ساعة تنتحطم تنهرب تنمشي نرتاح عند والديا تنرتاح عندهم واحد 3 ايام تيجبدوا الوالد تيدوي معايا بالقران وبالصبر والوالده تقول لي بنيتي شو ملي غتولد له الوليدات غادي يتبدل ملي غيدير عقلو ملي غادي يحبك عارفك بنت الناس راه هذا راه مع الصبر كلشي كيدوز دونك تنمسح دموعي وتنعاود نتشجع وتنرجع للصبر بحال واحد النمله كتقاوم فيل ما عمري رديت عليه ضربه ما عمري سبيتو تناكل الدق ومسح دموعي صافي يا ماما هادي هي الاخر عليا معاه ما بقيتش نرجع لعندو صافي عييت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صبر بنتي صبر 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 لا يعطيك الصبر صبر راني صبرت عييت صافي عييت واش باش نقول لك يا بنتي صبر غير على قبل هذيك الطريبيه لعل وعسى مع الوليدات يقدر يتغير ويعرف بحقك هذيك ماما حمق ومريض ما غتغير ولا بنت لا ولد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحاج وتكلم مع بنتك الحاج لا سبحان الله انت لين مشيتي مالك ساكت لا حول ولا قوه الا بالله شنو ماشي نقول وسائل العنف كلها استعملها السب القذف الشتم كون غير واحد جاهل تلقى له عذر متقافع عباد الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لو كان تشوف الألدف على الدارو تقول هذا هو الراجل ولكن اش ماشي نقول نفقه اللي تسنى بركته اصطم في الجامع بلغته الله يعطيه ضربة الله يعطيه ضربة من عندي أنا واسمع الحاج تينا اليوم ما عندك لا ماشي تتشوف اش ماشي تعمل لنا مع هذا المسخوط ماما شنو ماشي يعمل معاه اش غادي يعمل معاه كاع ماما والو صافي الحمد لله صافي صافي مديحة بنتي الله يرضي عليك الله يخلصك كنطلب منك تحاولي تصبري ولا يمكن حاولي تصلحي واش بابا يمكن النملة تصلح فيل واش بابا انا تناكل العدس في الصباح وفي العشية وشحال من مرة قدام صحابو كيضربني وكيسبني ولا ما شفت شي حاجة غير بالزربة كيخنقني يا بابا كيخنقني الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق حسبي الله ونعم الوكيل إن الله يمهل ولا يهمل إن الله يمهل ولا يهمل ويلي يا عباد الله ويلي يا ويلي الحاج عيطلون تفهموا معاه عيطلون تفهموا معاه حاجة هذاك من عيطلو من تفهم معاه فهمت الدنيا كلها جمعة أمي استغفر الله لما تعيطلو ما تفهم معاه واش باش نعملو اشنا هو الحل نبقاو هكذا شادين يدينا وصافي حاجة كيبان لي الحل اللي عملت البنت سمن وعسل لا حول ولا قوه الله ياخذ فيه الحق راه ملي كتقولنا يعني جميع انواع العنف يعني عشتيها مع هذا الرجل اعطينا مثلا اقصى درجه ديال التعنيف وديال الضرب واحد النوبه مشيت معاه لايطاليا قال لي حل لاكارت قرا فين حنا حليت لاكارت ما عرفتش نقراها
حل الباب وهبطني من الطوموبيل ولحني في لوطوغوت بلا باسبور بلا فلوس بلا دوانه ازماتيك وبقيت مليوحه في الباب في ايطالي واحد في لوطوغوت. كيفاش حتى رجعتي في حالاتك؟ بقيت جالسه في بلاصتي مزقزه تنقرا القران وتنقول اما غيسرقوني اما يذبحوني اما يجي شي حد يهزني. بقيت هكا مزقزه هكا باراليزي. دازت واحد النهار عاد رجع موراي نيرشقلو رجع موراي هكا وقال لي طلع. وانتي نهار ملي طلعت طرشني وقال لي هاد النوبه منين نقول لك تقرا لا كارت تقراها وانا تنعمل هكا تنغزل بحال شي حمامه. خليني نوض نشد لك شي قايمه. خلاص عليك اختي راني حلفت باغي نصوم 3 ايام. ايوا الكلام كثير بسكت حسن. بغيت غير نعرف كيف دازت السفره في ايطاليا. عافاك اختي ما تفكرينيش. اش ضرك ياك لاباس؟ هذيك الرحله غير ضراتني اختي. مشينا في لاباتو مشينا في الباتو يا بخي في ايطاليا خلينا لطوط. ايوا قال لي حلي لا كارت وشوف احنا فين. حليت لا كارت ما فهمت فيها والو. حل الباب ورماني حل الباب ورماني في لطوط لا فلوس لا باسبور لا دو. شوفي لي لاكارت هذا باش نشوفيها. اش ما فهمتي تعيد عليا اش ما فهمتي شي حاجه تيتسال يلا نزلي طرق عليا وجهك الله يشوف. تندوش وبديت تنغني. دخل حل عليا الباب قطع داك الخاميه لواها عليا قجني وقال لي ما عمري نسمعك تتغني. حطيت يدو هنا تقلبوا عيني غبت حسيت بالموت تنشهد عاد طلقني. مجرد ما كيكون تطاول من طرف الزوج مجرد ما كيكون واحد نوع من الحط من الكرامه ديال ماجده مديحه عفوا اش كيوقع؟ كيوقع ان مديحه ما كتشوفش راسها هي المعنيه بالامر فكتقول لا ما خصنيش نرد الفعل ما خصنيش نجاوبه عائلتي اش غتقول عليا غنشوه عائلتنا فكتدخل في هذه الحلقه يعني السيكل. هذا السيكل كيتجلى في اربعه المراحل. الاولى هو انها كتقبل
بالعنف، المرحلة الثانية كتحاول توجد واحد التبرير، وهذا التبرير هو الخطير جدا اللي فيه كتدخل العائلة، كيدخلوا الوليدات، كيدخلوا السمعة. المرحلة الثالثة وهو العنف الحقيقي الجسدي، وكتولي أيضا كتقول هنا كتتهم نفسها، ربما درت خطأ، ربما درت حاجة. ثم المرحلة الأخيرة وأنها كتقبل تستمر في العنف. جات ماما وخوتي شوفوني، جبوني في الكوما، غايبة كوما، ضربني ومشى للخدمه. المراه اللي كتطيب في الكوزينه تتبكي، يمكن هما اللي علموهم جاو بداو داروا واحد لي زار كبير، جمعوا لي حويجاتي، هزوني غايب. مشيت لعند والديا، تقول لي ماما ما صافي سي تيرميني، ما تعاودش ترجع لعندو، واش غتقد تصبر على فراق وليداتك؟ تنقول لها دابا بغيت غير نصوفي حياتي، واش انا نموت في وسط وليداتي، نصوفي حياتي ومن بعد نصوفيهم هما واحد بواحد. داك هكا بنتي، الحمد لله الحمد لله بنتي، ملي لقيناك في الوقت المناسب، الحمد لله الحمد لله. راه كتب ليها عمر جديد، عرفتي يا ماما شنو قال لنا الطبيب؟ لو كانت عطلنا شويش، لو كانت طوالت في الغيبوبه. يا بنتي كلامك راه صح، والحمد لله على لطف الله، الحمد لله على لطف الله. كتبقيتي يا بنتي شويش؟ الحمد لله. واسمع بنتي اش باش نقول لك، هذاك الرجال اش من رجل، هذاك راه كلمه رجال بزاف عليه، كان عليه يمشي يشوف الرجال كيفاش يعاملوا عيالاتهم. واش عطيناه البنت هو منها عمل فيها هاد العمايل كلها؟ لا اللي غلطنا فيه، يعني حساب لينا راجل ولد عائله ومثقف، ولكن شنو ماما، رحنا اللي تسهلنا معاه وعطينا له بنيته غزاله مازال صغيره وما عندها تجربه ودار فيها ما بغى. ايه اختي، ولكن الله ما امرناش بالظلم. ولكن اش نقول لكم، عند باباه الزهر لو كان فطاح في يديا لو وريته الخز ومحلاه. شكون بنتي هذا اللي غادي توريه خز ومحلاه؟ الله جلس الحاج، حنا كنتكلموا على داك المتعوس المنحوس ديال عبد الحي. اش من عبد الحي؟ سميتو حسن منه، قال لك عبد الحي، والله يعطيه الحي من عندي انا بعدا. هذاك الحاجه ما نبقاش نسمع سميتو قدامي. عندك الحق بابا، حتى انا ما بقيتش حامله نسمع سميتو ولا نشوف. الحمد لله الحمد لله اللي صوفيتو لي. سمعي يا بنتي،
احنا شحال من مره كنا ضد الطلاق، ولكن هذه المره ماشي نعمل جهدي واكثر من جهدي ونوقف معاه في المحاكم حتى نطلقك منه. بغيت ولادي يا بابا، ولادي، اما هو ما بقيتش حابله حتى نشوف. عيشني في رابه بابا، رابه بابا، رابه. صافي وصافي يا بنتي، راني قلت لك قبايله نسايه، نسايه من حياتك كانه لم يكن. مديحه راكي في دار باباك، ايام الرعب والخوف انتهت، وزايد كلفت خاك يكلف اكبر محامي في البلاد ماشي طلقك منه وياخذ حقوقك كامله. وصافي يا الحاج، ما تطعنش راسك، هذاك مجهد الله، انا اللي ماشي نقفله. بسم الله بقى حاسه ماما بدي خانقني انا. صافي يا بنتي صافي، الله يقطع له ديك اليديات، الله يقطعهم لي ان شاء الله. القرد الشارف صافي بنتي، صافي صافي صافي. شو هادشي؟ فين عايشه انا؟ زعما انا كبرت واحد البيئه اكيليبري مع دي بارون، كاين الحب كاين التفاهم كاين لا كومونيكاسيون، فين انا؟ تنخرج مع خوتي تنشوفوا الاصدقاء تنشوف عيالات بحالي عايشين في امان الله، تنقول اش هادشي؟ الحمد لله اختي، من بعد الطلاق حسيت باسير ارتحيت فعلا. اختي مديحه، هذه 6 شهور من بعد الطلاق حسيت بك وليتي انسانه واحده اخرى. صح انا ارتحيت، ولكن راه من جهه ولادي الله اللي عالم بيا. ايوا اش ماشي نقول لك الحبيبه ديالي، غالبا الوليدات هما اللي كيكونوا الضحيه. هادشي باش قال الله سبحانه وتعالى ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ولكن اختي مديحه، الحاله ديالك راه رحمه، واش بغيتي تكون تبقاي عايشه في العذاب والقهره؟ انا اختي الله بديت كنخرج وكنشوف الناس كيفاش عايشين، الحمد لله اللي خرجتي من نفسيتك الصعبه. اللي زاد عاوني اختي هي وقفتك معايا، وهذا الخروج اللي كنديرو انا وياك شفت الناس كيفاش عايشين، ماشي كاع الناس بحال بحال. مازالين ولاد الناس، مازال الازواج اللي كيقدروا الزوجات ديالهم وكيحترموهم، مازال يجيب لك الله سيد سيدو ان شاء الله. ايوا الحمد لله اختي، يلا نمشيو نتمشاو شويه، نكملوا القهوه ديالنا وعاد نتمشاو. ايوا اللي بغيتي. اخطر مواجهه تكون بالنسبه لهذه الحالات اللي كنهضروا عليها وهو فقدان ما نسميه بين قوسين السترة. غادي ما غنبقاش مسترة، غنوليه هجالة، غادي تفقد لي شخصيتي، غادي نتعاير. فكل هذه الأمور اللي هي في اعتقادي تافهة ولا قيمة لها، ما يمكنش تخطاها من الناحية النفسية إلا إذا كان هناك سند، إذا كان هناك ولو كان صديق ولو كانت أسرة ولو كان متخصص، على الأقل كتعطي واحد دم انه على انها على صواب، انها غاديه في الطريق الصحيح. عشتي واحد الفتره في البيت ديال عند والدي بوندون 6 موا بعيده على وليداتي، تقيت هكاك عندي 28 عام مازال صغيره، بداو تيجيو خطبوني، غمضت عيني قلت بسم الله غادي نتزوج نعيش قصه اخرى، ما يمكن لهاش تكون في حال هذيك، ونيت نشغل شويه وننسى داك شويه ديال الفراق ديال ولادي. قلت بسم الله غمضت عيني وتزوجت. ايوا الحمد لله والشكر لله. بنتي شكون كان يقول بنتي مديحه غادي ترجع لك الفرحه ثاني؟ الحمد لله. ايوا الحمد لله ماما، من بعد الله اختي اللي وقفت معايا وخرجتني وشفت الناس كيفاش عايشين وعرفت بلي الحياه راه ماشي غير دور ماما. ايوا بنتي راه الخا واحد هاد الدنيا، ولا ما وقفتش معاك اختك شكون ماشي يوقف معاك؟ بصح ماما صراحه كلكم وقفتوا معايا، كلكم وقفتوا معايا وقفه اللي خرجتني من ديك الحاله، الحمد لله كنشكركم بزاف يا ماما. شكرا، الله يخليكم لي. الله يرضي عليك بنتي، الله يرضي عليك. قولي لي ماما، شكون هذيك السيده اللي كانت عندها قبيلات؟ هذيك اللي جات عندي قبيله قالت لك لالا حبت تخطبك لخاها. ويلي ماما خلص عليا ماما، لو مكملين بنت اليوم انا غير في البلان ولا؟ بنتي الناس راه كتقلب على العائله وعلى المعقول. لاني الله يخليك. واه ما عرفت واش مش نقول لك يا بنتي،
اللي فيه الخير ربي ماشي أتينا به. أمين 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 يا ربي. الله يجيبنا في الصواب. أمين يا ماما أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله الله الله. إيوا مجمعين وتبارك الله منورين. إيوا فينا الصينية؟ هي الأولى سيد الحاج. نوضي سيري وجدي واحد الكاس داتاي. جلسي جلسي يا بنتي. غير جلسي. اش كاين ياك لاباس؟ لا لا ما كاين باس. والله ما عرفت مين غادي نبدا. كاين شي مشكلة بابا؟ لا بنتي. أيام المشاكل انتهت. ما كاين غير الخير الحمد لله. إيوا الحمد لله. إيوا آتينا بهذا الخير رحنا محتاجين له. إيه. كتعرفي الحاج مصطفى؟ نسيب الحاج العربي. هو هذاك بعينه وذاته وصفاته. إيوا الحاج مصطفى راجل معقول الله يعمرها سلعة. الله يا ودي حاج مصطفى من أطيب خلق الله، ولكن مالو مسكين حبي تسلف من عنده؟ لا لا الحاج مصطفى تبارك الله بخيره وخميره. خيره وخميره؟ ايه. ايوا اش كاين؟ ايوا تلقى شو عندك؟ راك شوشتيني. والله الا بابا شوقتينا نعرفو شنو باش تقول. ايوا الكلام عليك يا الحادر عينيك. الحاج وضح كلامك راني مازال ما فهمتش. باختصار الحاج مصطفى شاف راجل معقول يلاه مطلق وما عنده ولاد وحب يتزوج مذيعة. ايوا الحاج مصطفى راجل معقول ما قلنا حتى كلمة العين، ولكن هاد السيد اللي كيعرفو العلم لله، واش هو معقول ولا ماشي معقول ما عرفناش. ايوا اش ماشي نقول لك البنت هي اللي خصها تعرف واللي حبات تعملو سمن وعسل. اش قلتي يا بنتي؟ ايوا اش ماشي نقول لك يا بابا؟ قول لك بسم الله على ود نشغل راسي وما نبقاش نفكر غير في حياتي وفي ولادي. والله يرضى عليك والله يكمل كل شيء بخير. آمين يا رب العالمين. تبارك الله تبارك الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله. انت كتعرفيه ولا كيعرفوه العائله؟ ما كنعرفوش. قدموا لي واحد السيد من العائله وقلت بسم الله وتزوجت به. وعارفني عندي ثلاثه الوليدات تو قلنا بسم الله. ايوا وعارف القصه ديالك انك تعنفتي هذا الراجل هذا؟ كنعرفها حيت انا على فمي طلقت عودت لكل شيء صافي ما بقيتش نحشم ما بقيتش نخاف. لا 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 اراسي وما داز عليه باقي اراسي وما داز عليه باقي. والله يرحم الحسين سلام هادي ديالي وصافي يا مديحة ونساي يكفي مقاسيتي واني انت عندها باش ارتاحيتي. عندك الحق الحبيب ديالي انت راكي هي عمارة الدار وبلي عطانا الله الجوليدات وليت عندي بحال البلار. لا يخطك عليا يا عمر الداري نور عينيا. امين والله يدوم علينا محبة. ايوا الحمد لله الله يبعد منا غير شر الخلق يا ربي امين. وقال الوليد صغير فاق وليتي كتخايل ولا ما تخايلت وليداتي شكون اللي غادي نتخايل؟ تخايلني انا كاينه وان انا وليداتي راه هما ضو عيني. وانا انت راكي العمر انت راكي هي النور ديال قلبي عباس. نعم شتك ماشي طبيعي.
ودابا اللي كيبغي وليداته ومراته ماشي طبيعي. لا ما قلتش هكا، غير انت اللي زايد فيه. شوف انتو بالعيالات راه كيما دار معاكم الواحد وحلة، فتفى هذاك الضو ناسك فتفى. طبعا ملي كنهضروا على هاد الاليات المساله ليست صعبه، بمعنى اولها القدره على ان تصد العنف بكل اشكاله. ملي كنقول العنف راه العنف الجسدي راه ماشي هو الخطير، العنف الجسدي ليس الا ختام لعنف سابق اللي هو العنف اللفظي، اللي هو العنف الجنسي، اللي هو العنف النفسي اللي كيخلي ان هذا الشخص اللي كيتعنف كيخضع لواحد النوع من الصيروره وبالتالي كيفقد كل المؤهلات ديالو. فمن هنا ملي كتبدا اذا المواجهه كتبدا بهذه الخطوات الاولى. ما كينسمع الانسان المواجهه ما كيحسبوش راه يتعلم البوكس باش يضربوا عليه، مالا اذا بغى يتعلم الوسائل باش يدافع على نفسه مزيان، ولكن ما يبداش بها. جوست ابري الولده الثانيه بدا العنف، بدا السبان، بدا تيشرب بزاف، بدا تيخرج على عقله. شنو السبب؟ علاش الشراب؟ الشراب انا كان عندي شي فليسات خداهم لي، مني خداهم بدا يشرب، مني بدا يشرب بدا العنف. هل راى الحب سكارى تتتا سكارى مثل انا شي كاس. احترم راسك، راك في دارك ماشي في بار. اش هاد المستوى؟ اش هاد شكون جبد شي بيار ولا شكون؟ قلنا لك كبي لينا غير كاس ديال الما نشربو، سمعتينا من المناقي خيار وجه البيران لا تريكه تو. ما تعايرنيش، ما بقيتش تسمح لك تسبني. مازال كتخرجي في عينك، والله يعطينا وجهك. انا بغيت نعرف هاد كلمه البار مين سمعتيها ولا موالفه بيهم، وانا ناعس في دار غفلون. دار غفلون انا اللي فيها، كوني صاب لي هاد العجايب كامله غتخرج منك. ما نتزوجش لا بك لا بغيرك، قالوها ناس مال ولاد عبد الواحد كاع واحد. شكون هاد عبد الواحد؟ شكون هاد عبد الواحد؟ انت هضري، شكون هاد عبد الواحد؟ عاوتاني وعلى توحشتي العصا، وانت قولي لي شكون هاد عبد الواحد؟ انت هي كيبان لي لحمك كياكلك ولا شي لعيبه، وهضر شكون هاد عبد الواحد؟ تقعدي تقعدي جيبي لك هنا شي فلوس تقعدي. واش السبان والسكره ومرفوق باغي الفلوس؟ اه باغي الفلوس، وتقعدي جيبي لك هنا شي فلوس ولا غادي وتنوضي تقعدي. وهاك نتسنى مستنياك عيني بشو كل العشاق. وبالي بالي شدك تمشي للزين وانت يا راجل مسكين، والزمان يغلبك في الحين ما عرفتيش اجداني. لا لا كان في الاول حب زوين يجمع ما بين القلبين، في الاخر رجع بوتشر تربع. وي وي انا كنتسناه. شي واحد الليله ناض باش يخرج، كل ليله كيخرج في 12 الليل يدخل حتى الصباح جاي يخرج. قلت له ما تخرجش، هو ضربني. عندي اون سيرفيكال هنا كاسي، غير لي لا راديو تهزيت من داك النهار اللي تهزت لي لا سيرفيكال ما تيمكنليش نصلي، جو بو بلو فير لا روتاسيون. اش هاد الحوايج؟ مادام مسافره في نص الليل ولا؟ كضحك عليا. قلنا غتغبري عنا دلقوشك شي يومين ولا ثلاث ايام، ارتاحوا من داك النقير ديالك. الله يلطف بينا وخلاص، ما بقيتي تفرق من حوايجك من حوايج ولادي، ما بقيتي تفرق لا من كبير لا من صغير. فين غادي بهاد الحال؟ شي كبير ولا صغير انا غادي نخلي لك الدار وغادي خارج كاع. اش بقى من خروج مع 12 الليل
واتي الله ما نخرج ولاد النقير ديالك. دابا انا اللي كنكر، شكون اللي خدا لي فلوسي انا ولا انت؟ شكون اللي نهار ما طال هو كيعايرني ويعاير والديا انا ولا انت؟ شكون اللي كرهني بحياتي انا ولا انت؟ دوي هدر. اي تحلك الفم. لا اه براو لا تحلك الفم وتطلع لك اللسان. يعني هذاك اللسان كتقلب على واحد المواصفات مثلا ديال العنف عند واحد الراجل، وتا هي غادي تطيح في واحد الراجل اللي يقدر حتى يقلب على واحد المواصفات تكون عند المراه ديال واحد الخضوع، واحد الخضوع لا الجسدي لا النفسي. يعني ان زهري فيهم اه ولا، ولكن كيبقى دائما عنده علاقه بالاختيار، ان هي سؤال كيف في لو شوا، هي اللي كتختار ان تلتجئ لهذا الشخص ولهذا الشخص الثاني. بيان سور هذا القرار وهذا لو شوا تيكون انكونسيون، ولكن بلا شعور ولا ارادي. ولكن من اللحظه اللي كنوعى تنقول علاش ديما كنحط راسي في هاد الحاله، علاش ديما عندي هاد التكرار، علاش ديما كاين هاد الفشل، شنو 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 درت اللي كيخليني ديما كنحط راسي في هاد المستوى. ا بارتير دو سو مومون لا ديال الوعي، هذه اول خطوه للعلاج. دوك عندي 38 عام، غنمشي نهضر مع والديا ما غيتقبلوش الطلاق الثاني. مشيت عند خاي، خايل كبير ديال العائله سمو محمد الله يطول ليه عمره، وقف معايا واحد الوقفه. اوجوردي سي جو سوي فيفون سي غراش ا لوي. دونك قال لي سير حس براسك مطلقه، قبل صحتك، حيت الكارديولوج القلب طبيب ديال الراس، سير قبل راسك انا غنتكلفك. اختي مديحه الحمد لله وجهك راه منور اليوم. ايوا الحمد لله خاي، هادي التوبه، الرجال ما فيهم ثقه. لا اختي كما كاين الصالح كاين الطالح، وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى نزل في قدره اللطف. اما اختي راه كنتي غادي تباريزاي الله يستر. شوف اخاي ديما كنقول مع بالي واش هادشي كتبوا لي سيدي ربي، ولا عملت شي حاجه وكنتعاقب عليها. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المهم المصاب وهذا امتحان من عند الله. حقيقه تعذبتي ولكن راك استفدتي. صافي اخاي طولنا الصفحة، أنا راني بغيت ننسى، قولي شنو عملتي مع المحامي. صافي سيري عيشي حياتك وديها في راسك، واعتبري راسك من اليوم راكي مطلقة. شوف أخاي ما بغيت منو والو، ما بغيت حوايج، ما بغيت فلوس، ما بقيتش باغية غير نشوف، خد لي غير تلاقي منه. وكتعاود غير الصلاة على النبي، تغلي في شي حاجة كتحبيها، علاش ما ترجعي للبصالة والخياطة؟ راك كنتي ممتازة فيها. ان شاء الله ماشي نفاجئكم، لا من ناحيه الفصله والخياطه ولا من ناحيه الدراسه. اختي مديحه الا بغيتي تيسر امورك دخلي لشي مدرسه ديال القران، حافظيه وفهميه، ورا الله سبحانه وتعالى غينور لك طريقك. ان شاء الله اخويا غير هو راه وقفتك معايا بالدنيا وما فيها، كلامك وقوفك بجنبي هو اللي شجعني وخلاني نرسم طريق جديد لحياتي. الله يعاونك اختي. امين اخويا. الله ديما في جنبك. امين. لا عليه خطيك عليا سيدي محمد. إذا دابا قرات وكتبت كتب والان هي تساعد ناس اللي تهما عندهم نفس تعيشوا نفس الالم، اذا هنا يمكننا نتسائلوا كيفاش يمكننا نبدلوا اللغه ديالنا مع الناس اللي تحيطوا بنا، مع الناس اللي مع الوليدات ديالنا، الطلبه ديالنا، الناس اللي تنقريوهم، كيفاش اننا ولينا في واحد المعادله اللي هي مغلقه اللي تتبين لنا اللي قرا نجح واللي ما قراش ما نجحش. ما يمكنناش نبقاو في هذا الفكر، خاصنا نحلوا المستوى ديال الرؤيه ديالنا، وخاصنا نشجعوا الانسان ان طرق النجاح مختلفه. هذا الوقت هذه بعث لي الله واحد الصديقه فاطمه الزهراء الله يجازيها بخير، دخلتني مع واحد الجروب 3 سنين تنحفظوا القران بتجويد القواعد الفهم
كل سيمانه عندي تومون خصني نحفظو ونعرضو طوندون 3 ans. سيتي ما بروميير ثيرابي. بحال القران عطاني واحد القوه جديده، واحد الفهم جديد. يعني هذيك الفتره اللي بغيناك تقتسمي معنا، هذيك الفتره كيفاش من لا فيكتيم، من الضحيه رجعتي للمراه غادي نقول اون بارونتيز قويه اليوم تبارك الله. الوغ من القران 3 سنين ديال الحفظ الحمد لله، البقره والكهف وآل عمران والنور وحيد 59 و60 برالي عقلي، حيت اكتشفت انه القرايه هي الدواء، وانه الفهم هو الدواء، وانه العذاب اللي تعذبت من الجهل اللي كان فيا. اي امراه كتعاني غادي نقول لها، اولا اني جامي ترو طار، ثانيا لو طون نا با دامبورطونس، ثالثا الا حاولت نداوي راسي ونصلح راسي غادي نداوي المجتمع. الراجل اللي كيدير العنف هو عنده مرض، الا لو بيزوين دو دوميني، هذاك مريض. المراه اللي كتقبل العنف عندها حتى هي اون اديكسيون، ملي عندها ثقة في النفس هابطة داك الدر تيجي يأكد لها أنه هي اللي نول. دونك المشكل عند المرأة اللي كتبقى في العنف، elle doit apprendre à dire non, elle doit retrouver la confiance en soi et elle y a toujours une porte et toujours une issue. حكاية مليحة مشاهدينا هي وحدة من بزاف، وما خفية كان أعظم، خاصة في بعض الأوساط اللي تقدر المرأة تعاني فيه بشكل أكبر لأنها لا تبوح. نتلقاو في حلقة جديدة وحكاية جديدة وعبرة جديدة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات.